كان في مزارع ضعيف عنده مزرعة بالرياف به نخل، والرجال ضعيف على قد حاله، وكان كل يوم الفجر لقام هو عياله وحريمه يروحون يسحبون الماء من الزليب بالدلو ورشة عشان يسكون هالنخيلات، يسكون بعض شيء من مزرعتهم عشان يستفيدون منها. هذه حالهم يوميا، يعني كل يوم يطلعون الفجر ويقعدون يسحبون الماء بدلوا ورشة عشان يسكون النخل يتعيشوا منها ويستفيدوا منها. فكان جنبهم تاجر من اللي يدينون، وكان وده هالتاجر انها ضعيف يتدين منه عشان يبيع عليه بعرين يسني عليه، مثل ما باع على جيرانه اللي حوله، باع عليهم بعرين وبدأ يسنون عن طريق السواري بالبعرين. فكل ما مر عند المزرعة وشافه وحالته هو وعياله ومرته بهدلوا ورشة يسحبون الماء، قال له ها عندي لك بعرين. قال له يا رجال تبي جصتي تصير صغيرة وجصتك تبي تصير كبيرة؟ كل ما مر عليه وقال له هالكلام قال تبي جصتي تصير صغيرة وجصتك تصير كبيرة، ورفض انه يتدين من الرجال وبتل على هالطريقة هو عياله ومرته يسحبون الماء عن طريق الدلو ورشة ويسكون نخيلات عشان تعيشوا منها ويستفيدوا منها. فيوم من الايام كان في رجال طالع من الديرة يبي حد الارياف، وكان معه حامه ومعه شوية قهوة، وكان الرجال طالع ضايق صدره لانه كان مطلق نمرته ورايح يبي يدور له احد من حد الارياف يلفي عنده وياخذ هالاقرضات عشان يستفيد منه ويستفيد اللي بيلفي عليه. فمر من عند مزرعة الرجال وشافه وشاف حالته وشاف انه وعياله بهدلوا يسحبون الماء من البير عشان يسقون مزرعتهم، وقف عندهم وقال للرجال تبعونه تبي عونك؟ قال والله العون ما تنعاف. فجاء الرجال وخذ الحمل اللي معه والقهوة وحطهم بشته لفن وحطهم بظلال الخلة وراح يساعدهم على تطليع الماء من البير عن طريق الدلو ورشة. الرجال يوم صار بعد له وقت في ساعة ساعتين يصير اكتفوا وهم اسحبوا بعض الماء للنخل اللي يكفيهن اليوم وباتل حلال إن شاء الله. قال للرجال اقرض الله يحييك تقهوى عندي. فالرجال دخل وتقهوى عنده. طبعا الرجال يوم كان يشتغل معهم يسحب الماء كان معجب حد البنات اللي كانت تسحب الماء، فجته الفرصة انه الان هو مطلق زوجته وجته الفرصة انه خطف من هالرجال. تقهوى عند الرجال قال لي انا، قال له انا عندي والله طلب لي منك. قال ابشر باللي تبي انسان اقدر عليه فبشر به. قال والله ابي حد البنات منك. قال ابشر بشاورهن وان طاعت ما عندي مانع. شاور البنت والبنت وافقت عليه. على طول الرجال راح وجاب شاهدين وجاب مطوع من بيته وعطاه هذا 100 ريال المهر، قيمة المهر عطاه 100 ريال قيمة المهر وملك له مطوع. وبعد ما تغدوا من هالحيمة اللي كانت معه كان الرجال هذا الفقير عنده حميرة، فركب الرجال وبنته على هالحميرة وراح معهم يخاويهم علشان يعرف بيتهم بالديرة. كان الرجال من أول يروح للرياف يدور له ملفة عند أحد أصدقاء، الحين غير رايه وصار يبي يتجه الحين للبيت وبالديرة. راح الرجال أول بنت معهم علشان يعرف بيت الرجال اللي تزوج بنته. وصلوا الديرة وشاف بيت الرجال عنده وخذ حمارته ورجعه للمزرعة. الرجال التاجر ما زال انه يتردد على الرجال، وكل ما شافه قال ها عندي لك بعرين. قال تبي جصتي تصير صغيرة وجصتك تبي تصير كبيرة. فيوم من الايام التاجر هذا لفع عليه ببيته وتقهوى عنده. طبعا الرجال بعد ما قدم القهوة قدم تمر من المزرعة حقته اللي هو الان يسقيها عن طريق الدلو ورشة. فكانت تمر صغيرات لان كانت النخل ما يجيها كفاية الماء، فصار طلع النخل صغير. فلما يوم شافه التاجر قال ها يا معلم اقول خلي اعطيك بعرين اثنين
يزود عندك تزود كمية الماء عشان التمر يطلع عندك كبير. قال يا رجال تبي جصتي تصير صغيرة وجصتك تبي تصير كبيرة، أنا من الناس اللي ما يبي الدين، أبتل على طريقتي ولا أنشب حالي بهالمسألة دي. المهم ولده كان يسمع الكلام هذا، له ولد انجذع ما شاء الله نشمي يسمع كلام أبوه للتاجر. يوم راح التاجر قال يبو أبيك تدور لي شغل، قال ابشر يا ولدي. فراح ودور له شغل عند جيرانه اللي عندهم بعرين يسنون، توظف عند واحد منهم بالشهر بريال واحد. فالولد نشيط ما شاء الله وذهين وعجب صاحب المزرعة، وقاعد عنده حوالي سنتين ويشتغل عنده هالشهر بريال، لين جمع المبلغ وشرى بعير وعطاه أبوه. قال يبا مش حالك بهالبعير لين الله يجيب البعير الثاني. ففرح أبوه الحقيقة بهالبعير اللي جابه له ولده، وتمنى له الخير وإن الله يزيد له ويبارك له. الولد بتل عند الرجال وزادت عرقته، صار يعطيه 10 ريال. فبعد بعرضه سنتين شرى بعير ثاني وعطاه أبوه ما شاء الله، والحين أبوه اكتفى وصار عنده بعيرين يسني عليه، وزادت كمية الماء وزاد طلع النخل وزادت المزرعة. رجع الولد بعد المدة هذه ومسك مزرعة أبوه وبدأ ما شاء الله يفلح مزرعة أبوه ويزرعه وميح أبوه ما شاء الله. فزادت المزرعة ما شاء الله وأنتجت إنتاج طيب. فالدنيا ما شاء الله لك يوم لك ويوم عليك. فبعض الأولاد ما شاء الله يصلح الله ويهديه ويكون ما شاء رأي رأي وفكر ورأي فزع مع والديه. نتمنى للجميع التوفيق والله يصلح شباب المسلمين أجمعين.